نظمت وزارة الداخلية احتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، بالتزامن مع تنظيم احتفالية للنزلاء المسيحيين بمناسبة عيد نيروز. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إحياء المناسبات الدينية لكافة النزلاء لإعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيقا للسياسة العقبية الحديثة. يعد إحياء المناسبات الدينية وبشكل دوري ومنتظم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل أهم ركائز المنظومة العقابية الحديثة التي تحرص وزارة الداخلية على تطبيقها مراعاة لحقوق الإنسان. من هذا المنطلق احتفلت مراكز الإصلاح والتأهيل بالمولد النبوي الشريف، استعرض خلالها شيوخ الأزهر سيرة النبي العطرة وكيفية استفادة النزلاء منها في تعظيم السلوكيات الإيجابية لديهم. وأمدح المصطفى جلت مواهبه محمدا خير خلق الله إنسانا، ماذا أقول وهل أحصي محاسنه وكيف تحصى لمثلي كيفما كان، لولاك ما شاع شرع الله في بلد ولا قرأنا عن الإسلام قرآنا. بفرح جدا بهذه اللقاءات لأن فيها بناء للإنسان، فيها بناء للوعي، بتبقى فرصة عظيمة من أجل أن احنا نتكلم ونتواصل مع النزلاء لنغير الفكر، لنبني العقل، لنساعد في بناء الإنسان. إحياء هذه المناسبات الدينية لإحياء القيمة والأمل في نفوس الناس، تعودنا في كل مرة في جديد، تعودنا في كل مرة تغير في سلوك كثير من الناس نتيجة هذه الاحتفاليات والمشاركة. شهدت الاحتفالية توزيع حلوى المولد على النزلاء وسط إشادة منهم بالرعاية المقدمة لهم وبالمنظومة العقابية الحديثة ذات البعد الإنساني وبالندوات الدينية والثقافية التي تزودهم بالعلم والثقافة التي تمكنهم من الاندماج في المجتمع عقب الإفراج عنهم. أنا بشكر السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على الخدمات اللي هو مقدمها لنا في مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان. الندوة اللي هو عملها لنا ديت قدمت لنا حاجات كتيرة قوي. أحب أشكر السيد رئيس الجمهورية على المبادرات الجميلة اللي معمولة في مراكز التأهيل. النهاردة تشرفنا بعلماء من الأزهر الشريف ووزعوا علينا حلاوة مولد النبي احتفلنا بيها، ودي حاجة يعني حسستنا إن إحنا بره مع أهالينا. ندوات فرصة عشان نستفسر فيها عن حاجات كتيرة وناخد إجابتها وبيجاوبونا عليها الشيوخ. وبالتزامن مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، احتفلت مراكز الإصلاح والتأهيل برأس السنة القبطية عيد النيروز، حيث أقيم قداس بهذه المناسبة للنزلاء المسيحيين بدور العبادة المسيحية المقامة بهذه المراكز. نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه قايم معانا بواجب كبير جدا، كل حاجة زي بره بالظبط، والأب الكاهن بيجي وبنتناول وبنعمل القداسات بتاعتنا. النهاردة في مركز إصلاح والتأهيل العاشر من رمضان في الكنيسة هنا حضرنا القداس عيد النيروز وتلونا زي أي كنيسة بره. تزامن المولد النبوي الشريف مع عيد النيروز فرصة لتبادل التهنئة بهذه المناسبة بين النزلاء، في تأكيد على خصوصية المجتمع المصري والنسيج الوطني الواحد. كل عام وانتم طيبين بمناسبة هذا العيد الذي أجمعنا في مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان، ونحن سعداء بكم كما أنتم تسعدوا بنا في كل أعيادنا ومناسباتنا. كل سنة وكل إخواتنا المسلمين والمسلمات وكل الأمة العربية بألف خير وألف سلام، ونتمنى لمصر السلام والأمان. النهاردة عيد إن شاء الله يبقى جميعا علينا سعيد، سواء مسيحيين أو مسلمين، وإحنا أخوات ووحدة وطنية طبعا دايما. ونشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على أنه هو عمله أنه هو في المركز التأهيل. منظومة إصلاحية حديثة متكاملة تطبقها وزارة الداخلية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، تراعي فيها الأبعاد الإنسانية والاجتماعية للنزلاء، وتسهم في تقويم السلوكيات وإسقال المهارات، ما يجعلهم مؤهلين للاندماج في المجتمع فور الإفراج عنهم لبداية حياة جديدة.
تتنوع المناسبات الدينية والوطنية التي تحتفي بها وزارة الداخلية مع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، فهذه المناسبات فرصة لإقامة الندوات الدينية والثقافية التي تسهم في تقويم سلوكيات النزلاء والارتقاء بأفكارهم، فهذه هي إحدى الأدوات الخاصة بالسياسة العقابية الحديثة التي تنتهجها وزارة الداخلية تجاه نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.